لو هنتكلم مع حضرتك عن فكرة يعني اختلاف الثقافات ما بين الشعوب وفي الدول المختلفة، بنلاقي انه بطبيعة الحال بيتغير معاها ايضا الثقافة الاستهلاكية. لو هنتكلم عن الثقافة الاستهلاكية عندنا في مصر وفي المنطقة العربية بصفة عامة، مش بنميل قوي للحرص في ان احنا نرتب اولوياتنا بشكل سليم، وبالتالي نعرف نختار ونجيب اللي احنا عايزينه من غير ما يبقى عندنا كم غير قليل من الهدر. لو حضرتك توضح لنا النقطة دي وازاي بتختلف من مجتمع للتاني. حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا جدا، إحنا شعب عربي نتسم بالكرم، ولكن إحنا في شعرة ما بين الكرم وما بين إن أنا أدبر نفقاتي. إحنا بنقول إحنا عاوزين نحقق إن إحنا في كرم، ضيافة، بنقابل الضيف بشكل جيد، وفي نفس الوقت إحنا حابين إن إحنا لازم نكون متزنين في إنفاقنا المالي، ودي نقطة مهمة جدا. حتى ديننا كل الأديان السماوية بتدعو كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا تسرفوا. لا يسأل الإنسان هيسأل عن ماله فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فمهم جدا جدا إن أنا أفرق ما بين إن أنا في كرم أو في تدبير وما بين البخل. في ناس دايما تقول ميزانية، لا لا لا، أنا أصرف ما في الجيب يأتيني ما في الغيب، لا أنا مش هحط ميزانية. إحنا متعودين على الكرم، متعودين إن أنا بيتي يبقى فيه مخزون كتير. طب ما أنت برضه هتتحاسب لو في مواد غذائية تم إهدارها في غيرك محتاجها، فلازم شعور بالغير. ففكرة إن إحنا نخزن، فكرة إن إحنا مرابطين كل المواسم بالعادات الغذائية. هو الحمد لله إحنا يعني أنا شايفة الفترة، يعني إحنا عشان طبعا كلنا متابعين جيدين قوي على السوشيال ميديا، فشايفة إن في ثقافات كتيرة جدا دخلت علينا، وخصوصا في الفترات الأخيرة من بعد كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، بدأت تدخل علينا ثقافات استهلاكية نقدر نقول إن هي إيجابية جدا. زي يعني إيه دكتور؟ يعني إزاي ايه الثقافات الايجابيه اللي دخلت علينا وبقينا شويه شويه كده بنعملها، وازاي برضو نحقق المعادله اللي حضرتك قلت عليها؟ يعني احنا مثلا كنا زمان في السوبر ماركت كان حد بيجي يشتري يقول لي انا اتحرج ان انا اشتري كميه قليله، لازم اشتري كميه كبيره. انت اصلا وانت بتشتري بيبيع لك طب خد اوزن لك قد ايه، طب يديك على يعني حسب ما انت مخترت بيبتدي ان هو يوزن لك الكميه بتاعتك. ما بقاش الموضوع في نوع من انواع انك انت مستهجن انك انت بتشتري كميه قليله، دي حاجه غريبه. يعني مثلا شفت مثلا بعض الناس تتكلم مثلا يا جماعه احسن مكان للسحور او الفطار، فكل الناس تهاجم كله في البيت، انتج منزليا، البيت افضل، البيت اوفر، البيت وهكذا. او ممكن نحقق المعادله اللي حضرتك اتكلمت عنها، التوازن اللي هو بين ايام كده وايام كده. بالظبط، يعني نعمل اللي هي ان احنا نبقى مش مستهلكين او مفيش بذخ في الصرف يعني، وفي نفس الوقت يبقى في جزء من الرفاهيه برضو. بالظبط. خلينا اقول لحضرتك احنا المشكله عندنا يعني كشعب مصري، احنا شعب مقتصد مستهلك في نفس الوقت. بنحاول نقتصد على قد ما نقدر، بس في فن الاولويات لازم يكون موجود. احنا بنستهلك بكميه كبيره جدا على بند الغذاء، في حين ان احنا في بند مهم جدا، بند تطوير المهارات الشخصيه للاولاد، بند التعليم، بند ثقافه اللي هو الترويح، دي مهمه جدا على فكره. احنا مش ناكل بكميات كبيره او نتعمد جوده معينه من الاكل او نوعيه معينه من الصوصات اللي لو ما دخلتش في الاكل فالاكل يبقى في حاجه ناقصه، لا اصل طعم الاكل. احنا مهم قوي ان احنا نربي عند اولادنا ويكون الاسر عندها مفهوم جديد ان انا الغذاء هو اساسي لي بحسب ابن ادم لقيمات يقيمنا صلبه. يعني اكل بسيط اللي هو اقدر ان انا اقدر امارس الانشطه اليوميه بتاعتي بدون اجهاد، لكن مش هو الفكره ان انا اكل ايه وجوده الاكل ايه وايه نوعيه الاكل. وده بيوصل بالمناسبه لاولادنا، يعني احنا دايما نقعد نسال اولادنا هتاكلوا ايه هتاكلوا ايه، لا ما انت تقدم الاكل وقدمه بشكل جيد وقدمه بشكل من غير ما تحس بالذنب. في بعض الامهات تيجي تقدم معلش بقى يا اولاد النهارده هاكلكم، طب يعني هو ما فيش شعور بالذنب، هو كل الاكل متساوي المفروض. القيمه يمكن يا دكتور روضه هي الاهم من انا هاكل ايه، القيمه الغذائيه، ودي بتبقى مسؤول عنها بشكل كبير يعني يمكن الام بطبيعه الحال، لكن الثقافه دي لازم تبقى موجوده عندنا كلنا كافراد.